ومن مراد نروح لعلا. علا في ضيافتها اللواء عماد عبد العزيز الرئيس الأسبق للجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك. علا إليك الكلمة. طبعا بنجدد التحية مرة أخرى وموجودين معاكم طبعا في سير العملية الانتخابية داخل نادي الزمالك. وعايز أقول لكم طبعا من 1911 والزمالك على مر العصور هو الأنجح والأخضر وطبعا كل التمنيات وكل الدعوات لكل الزملكاوية والكرة المصرية. بنعيد تاني ونقول دائما الكرة المصرية هتكون بخير طول ما الزمالك دايما هيكون بخير. زي ما قلت طبعا معانا الدكتور طبعا سيادة اللواء عماد عبد العزيز طبعا رئيس نادي الزمالك الأسبق اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك. برحب بيك سيادة اللواء وحضرتك موجود هنا من صباح باكر لسير العملية الانتخابية. وكلمنا عن العملية الانتخابية الأول وكلمنا عن تواجد حضرتك النهاردة. صباح الخير أولا، وصباح الخير على نادي الزمالك، نادينا العظيم، النادي الكبير اللي مهما الواحد قال كلام فيه مش هيوفي حقه أبدا. يعني احنا يعني أنا شخصيا شايف النهاردة ملحمة، انا بعتبرها ملحمه والله. النهارده من اعتبرها من الساعه 9 لغايه الساعه 11 وبقى لنا ساعتين، حجم الناخبين انا مش شفتوش في الدورات السابقه في الساعتين دول. ان شاء الله كده الانتخابات تفرز لينا من يقود نادي الزمالك ويعيد نادي الزمالك لمنصه البطولات في كل الالعاب ان شاء الله. حضرتك زي ما قلنا وبنتكلم دايما ونقول كرسي نادي الزمالك دلوقتي بقى كرسي صعب قوي، بقى عليه مسؤوليات كبيره. الناس مستنيه حاجات كتير من الرئيس القادم ايا كان مين هو الرئيس القادم، لكن احلام جمهور نادي الزمالك امنيات كتير. عندنا مشاكل كبيره طبعا، عايزين دايما نكون في شفافيه مع الجمهور وحضرتك تعلم هذا. محتاجين نحلها في الاول، محتاجين دايما يكون في حلول لبعض الامور ومع الاحلام. هل حضرتك شايف ان هل يعني ممكن يكون الحل مع الامنيات ولا ده هيبقى يعني ليه يعني يعني ملفات لوحده وده ملفات لوحده؟ هو ما اعتقدش في حاجه اسمها الحل مع امنيات. لا، ما فيش امنيات. احنا النهارده المرشح بيقول البرنامج الانتخابي بتاعه وايا كان في كل المناصب، هو ان شاء الله وطبقا للميكات باذن الله ملتزم ان هو ينفذ هذه التعليم اللي البرنامج بتاعه. وبس عايز اقول ايا كان مجلس اداره مين، الله يكون في عونه في الفتره اللي جايه بصراحه، لانه عليه ضغوطات كتيره جدا قدامه، مشاكل كتيره جدا لازم يحلها، طبعا منها ازمه القيد وخلافه والعاب الصالات بجانب الاهتمام بالنواحي الاجتماعيه في النادي. الله يكون في عون مجلس الإدارة القادم إن شاء الله. زي ما حضرتك طبعا تفضلت وقلت إن هيبقى عليه مسؤولية كبيرة، هيبقى عليه ضغوطات كتيرة، لكن إزاي يكون في دايما تواصل مع الجمهور، تواصل مع الطلبات بتاعت أعضاء، إذا كان أعضاء طبعا جمعية العمومية المحترمين أو جماهير نادي الزمالك، إزاي نحل المعادلة دي؟ إزاي سيادة اللواء نحل معادلة إن أنا يعني يبقى في حل للأزمة وكمان الزمالك يفضل بوضعه ورونقه الطبيعي اللي إحنا واخدين عليه؟ هو الجمهور لو شاف وحس ان البرنامج الانتخابي للمرشحين اللي اعلنوا عنه قبل الانتخابات وبيتنفذ ولو يعني خطوه خطوه، هيحس ان في دعم كبير جدا. الجمهور هيدي دعم كبير جدا لمجلس الاداره، وطالما المجلس الاداره شغال بكل امانه وكل الاخلاص لعوده نادي الزمالك للبطولات باذن الله، باذن الله كل جمهور نادي الزمالك وكل الجمعيه العموميه ورا ان شاء الله. طب رساله بقى لجمهور نادي الزمالك واعضاء الجمعيه العموميه النهارده في العرس التاريخي ده. جمهور نادي الزمالك انت الاصل، وجمهور نادي الزمالك انت الوقود. وانا حسيتها لما كنت ماسك اللجنه المؤقته لاداره النادي، فعلا هو المحرك الاساسي، واحنا كلنا بنشتغل علشان نادي الزمالك وعشان جمهور نادي الزمالك، اللي هو والله انا بعتبره رقم واحد في نادي الزمالك، بطل القصه، جمهور بطل القصه، هو جمهور نادي الزمالك. وربنا يعين المجلس اللي جاي على اسعاد جمهور نادي الزمالك وعوده نادي الزمالك لكل البطولات ان شاء الله. شكرا جدا سياده اللواء عماد عبد العزيز، طبعا نورتنا ونورت مكانك قناه نادي الزمالك، وان شاء الله يعني موجودين معاك على مدار اليوم ان شاء الله باذن الله. متشكر جدا يا فندم، شكرا، السلام عليكم.
ده كان لقاءنا طبعا مع سياده اللواء عماد عبد العزيز، وطبعا زي ما قلنا كده وقال طبعا سياده اللواء جمهور نادي الزمالك هو المقود وهو المحرك الاساسي لكل شكل ايجابي، وكل شكل ايجابي بيظهر عليه نادي الزمالك هو البطل الاول والاخير، مش عايزين نقول والاخير، لكن كلنا لينا دور طبعا مع نادي الزمالك.